ممكن نفهم إنه في مرارات وفي فروق ثقافية وإثنية ودينية ما بين ما يسمى بالسودان النيلي مثلا وجبال النوبة، وعشان كده ممكن تفهم إنه تطرح قضية تقرير المصير في جبال النوبة، ولحد ما ممكن تفهمها في دارفور مثلا. لكن يا جماعة، هل في فروق ثقافية ودينية وإثنية مع شرق السودان؟ الآن بيحضر شرق السودان للانسلاخ، بيحضر شرق. والسودان لو سلخ منه شرق السودان، السودان انتهى كدولة، انتهى كدولة. وعشان نكون واضحين، نحن كديمقراطيين سودانيين مع انه الوحدة تكون طوعية، لكن فيما يتعلق بشرق السودان ما في من شرق السودان انسان وطني ديمقراطي عنده من غبائن ومرارات تبرر طرح تقرير المصير. ولذلك ده اصلا ما عنده اي علاقه غير انه دي مخططات جيوبوليتيكال لتمزيق سلخ شرق السودان. والان بيحضر الكلام ده. ولذلك نحن كديمقراطيين وطنيين نكون واضحين، اللي بيحاول يسلخ شرق السودان نحن عدو وسنقاتله ونقاتله بكل ما نملك، بكل ما نملك.